مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد، نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في المدى: البرلمان يتوعد الحكومه لا نقبل التلاعب برواتب الموظفين ومخصصاتهم. في الزمان: محتجون غاضبون يقطعون الطرق المؤديه الى شركات النفط في البصره. في العربي الجديد: سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في بغداد. في عربي 21: العراق يعلن البدء بمد سكة حديد تربطه بتركيا. في القدس العربي: سلالة كورونا الجديدة ترعب العالم، أكثر انتشارا بنسبة 70%، والصحة العالمية تدعو لقيود أشد. في ألترا عراق: اشتباك جديد بين الفصائل والسفارة الأمريكية فوق رؤوس البغداديين. وأخيرا الجارديان: وفيها مخاوف لدى حزب الله من حرب في أيام ترامب الأخيرة. الآن إلى المقالات، ونبدأ في هذا المقال وهو المنشور في الحرة عراق، وجاء في مطلعه: وفي العراق لم يتفق الخبراء الاقتصاديون مثلما اتفقوا على وصف إعداد الموازنة في العراق بأنها تعبر عن غياب تام لفلسفة الدولة ومذهبها في إدارة الاقتصاد. ويختصر ذلك الخبير الاقتصادي في جامعة البصرة دكتور نبيل المرسومي بتوصيفه مشروع موازنة 2012 بأنه يخلو تماما من الفلسفة والسياسات والاستراتيجيات، ومثله تماما موازنة 2021 التي يقول إنها ليس لها أهداف أيضا، فهي موازنة توزيعية لم تحدد فيها معدلات النمو الاقتصادي المستهدف ولا معدل نمو العمالة، أي الرقم المستهدف من معدل البطالة، ولا يوجد فيها تصور حول معدل الدين العام الخارجي والداخلي، ولم تخصص الموازنة الكافية لتطوير قطاعي الزراعة والصناعة اللذين يمثلان قاطرة التنمية في أي بلد. مقال نشره موقع الحرة عراق للكاتب إياد العنبر. المزيد منه: يأتي مشروع الموازنة ليكون كاشفاً عن عجز الحكومة في التفكير بحلول اقتصادية ناجعة وتعيد ثقة المواطن بها. وهذه الحكومة لم تخالف الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بعد 2003، التي أثبتت بأن الدولة العراقية ليس لديها إدارة حقيقية لاقتصاد الدولة بالمعنى العلمي، حتى وإن زعم رؤساء الوزراء أو وزراء المالية بأنهم من المتخصصين بالاقتصاد ومن أهم الجامعات الفرنسية والأمريكية، كما نقرأ في السيرة الذاتية لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ووزير المالية الحالي علي عبد الأمير علاوي. فوظيفة الحكومات باتت محصورة بين إدارة جزء من موارد اقتصاد الدولة بطريقة بيع النفط وتوزيع وارداته كرواتب، بعيداً عن رؤى أو سياسات عامة للتنمية. وفي الجانب الآخر، إدارة توزيع عائدات الاقتصاد الريعي بين المافيات السياسية التي تهيمن على النظام السياسي في العراق. أوهمنا كثيراً الدكتور علي عبد الأمير عندما قدم لنا نفسه بأنه يملك رؤية وصاحب مشروع إصلاحي لاقتصاد العراق، وهو الذي قدم مشروع المانيفستو خطة للإحياء الوطني، لكنه على الرغم من وصوله لمنصب وزير المالية من دون ترشيح حزبي لم يغادر منطقة التنظير وسرد حكايات تراكمات الفساد والفشل، ولحد الآن لم يتقدم بخطوة واحدة نحو تحقيق إيقاف الهدر في النفقات لمعالجة مشكلة الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب. يوماً بعد آخر تثبت لنا الحكومة وفريقها من المستشارين السياسيين والاقتصاديين ابتعادهم عن المنطق العلمي والعملي في إدارة الدولة، وبدلاً من أن تكون أولوياتها كسب ثقة المواطن من خلال معالجة نسبة البطالة وتوفير الخدمات، باتت تعمل على إرهاق كاهل المواطن بإجراءات فوضوية تجمع بين سياسات متناقضة: رفع نسبة الضرائب على بعض الخدمات وارتفاع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار، استقطاع نسب عالية من رواتب الموظفين ومشاكل أخرى.
الآن إلى مقال جديد منشور في صحيفة الزمان وجاء في مطلعه: مركز الدراسات أو مركز الدراسات دراسة نشرتها في العراق، طبعا في دراسة نشرتها في مركز الدراسات الاستراتيجية بواشنطن أشارت إلى تآكل حجم الطبقة الوسطى في العراق من 60% تقريبا عام 2007 لتصل إلى 30% عام 2020 استنادا إلى مصادر علمية عراقية ودولية. في مقابل ذلك تضاعف حجم الطبقة الفقيرة والتي تضم الأسر التي تعيش تحت خط الفقر أو تلك التي أوضاعها هشة ومعرضة للوقوع في براثن الفقر حسب المعايير الدولية لتصل إلى 60% من سكان العراق تقريبا خلال نفس الفترة. مقال الكاتب منقذ داغر في صحيفة الزمان العراقية، نتابع جزءا منه. لقد جاء قرار البنك المركزي العراقي مؤخرا بخفض قيمة العملة العراقية مقابل الدولار ليضيف عبئا إضافيا على الاقتصاد العراقي المتهالك أصلا، فضلا عن الموجات التضخمية الكبيرة التي سيسببها والتي يصعب إحصاؤها فعلا لنقص البيانات، فإن هناك تكلفة مباشرة ستتمثل في تآكل مستوى الدخل في العراق بنسبة 5.22% تقريبا. ولأن الاقتصاد العراقي في مجمله هو اقتصاد استهلاكي استيرادي، ويكاد الإنتاج المحلي سواء المعد للاستهلاك أو للتصدير لا يشكل نسبة تذكر مقابل حجم الاستيرادات الهائلة، فإن النتائج المباشرة وغير المباشرة لقرار تخفيض سعر صرف الدينار العراقي ستكون كارثية بلا شك. ولعل في مقدمة هذه النتائج هو اختفاء الطبقة الوسطى تقريبا من المشهد، وتحول العراق إلى طبقتين غنية وفقيرة فقط. نسبة العراقيين الذين ستعد أوضاعهم الاقتصادية هشة وسيكونون معرضين للوقوع في براثن الفقر أقل من 5 دولار يوميا، فحسب سعر الصرف الجديد ستكون نسبته التقديرية حوالي 53%. منقذ داغر يضيف: على الرغم من إيماني الكامل بأن حكومة الكاظمي ورثت تركة ثقيلة من الحكومات السابقة بخاصة في الجانب الاقتصادي، وبرغم اعترافي التام أنا وكل من أعرفهم من الخبراء الموثوقين بأن الاقتصاد العراقي كان يعيش على جهاز تنفس اصطناعي حينما تسلمت هذه الحكومة مهامها، إلا أنني في ذات القول أو في ذات الوقت أقول إن أسلوب المعالجة المقترح تعتريه الكثير من الإشكالات، وكان يمكن اللجوء إلى خيارات أفضل بكثير وأقل قسوة على الاقتصاد وعلى الاجتماع وعلى المجتمع السياسي وعموم العراقي. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة القدس العربي وجاء في مطلعه: نظرة الفاحصة للحشد الشعبي يقول أو تقول بأنه أكثر من حشد، فهنالك فصائل ولائية تعرف نفسها بأنها فصائل المقاومة الإسلامية، وهناك متطوعون لبوا نداء الدفاع الكفائي وانخرطوا فيما عرف بفصائل المرجعية أو حشد العتبات. ثلثاء القوى الضاربة الرئيسة في الحشد الشعبي مكونة من فصائل مسلحة تقلد سيد خامنئي بصفتها الولي الفقيه ولا تتبع فتوى مرجعية النجف. مقال الكاتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي. ما حاجة المرجعية لجيش أو ميليشيا أو أي نوع من أنواع القوة العسكرية أو الأمنية؟ هذا إذا علمنا أن مرجعية النجف كانت تاريخياً مبتعدة عن ولاية الفقيه وأقرب إلى ولاية الأمة، وأن مراجع النجف طالما نأوا بأنفسهم عن الصراعات السياسية، فما الذي استجد اليوم ليكون هناك جيش تحت إمرة المرجعية وإن ارتبط اسمياً برئيس الحكومة؟ وفي سياق الإجابة على هذا السؤال نذكر أن بعض التسريبات قد تحدثت عن صمت المرجع السيستاني شخصياً عن هذه التطورات، أو حتى عن عدم موافقته الصريحة على تشكيل حشد العتبات، وأن من يقود هذا الحراك هم أفراد من حاشية مكتبه، والإشارة الأقوى تتجه لدور نجله محمد رضا السيستاني ومكاتب وكلائه الشرعيين المسؤولين عن إدارة العتبات،
خصوصا الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية والسيد أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية، اللذين أطلق عليهما صفة المشرفين على حشد العتبات في المؤتمر الأخير الذي عقد تحت شعار حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة، والذي اعتبره المراقبون الحدث الذي رسم خطوطاً واضحة للصراع المقبل. صادق الطائي يتابع. الخطوة الحاسمة جاءت في شهر نيسان أبريل الماضي عندما أعلنت فصائل المرجعية انشقاقها الرسمي وفك ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي والإعلان عن ارتباطها المباشر برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وقد تم ذلك في مؤتمر رسمي حضرته شخصيات سياسية ودينية وممثل المرجعية. وقد أطلقت وقت ذاك أسئلة عدة بقيت دون جواب، مثل هل سيتم إصدار قانون آخر يرتب الوضع القانوني لفصائل حشد المرجعية، ولماذا لم يتم إدماج الألوية الأربعة التابعة لحشد المرجعية بالقوات الأمنية والعسكرية. إلى مقال منشور في صحيفة عربي 21 وجاء في مطلعه: ما الذي تخططه إسرائيل للمسجد الأقصى؟ يتساءل الكاتب ماهر أبو طير في مقال نشره موقع عربي 21 يقول فيه: كل أسبوع تقوم إسرائيل بالاعتداء على الحرم القدسي والمسجد الأقصى بوسائل مختلفة دون أن تتراجع عن أسلوبها أو طريقتها رغم كل الاحتجاجات على ما تفعله. المزيد. للأسف الشديد لا يحظى الحرم القدسي والمسجد الأقصى باهتمام كبير، إذ إن تحليل مضمون الإعلام العربي والحياة السياسية العربية يكشف أن الغالبية لا تهتم بهذا الملف إلا في حالة وجود تغطية ما تبثها إحدى وكالات الأنباء أو إثارة عابرة من جانب سياسي، لكن الملف ذاته غائب بطريقة لافتة للانتباه، ولا كأن المسجد يخص أمة كبيرة وممتدة. في المعلومات المتسربة إن هناك تحولات خطيرة يجري الإعداد لها في المنطقة قد تؤدي إلى سيناريوهات إسرائيلية جديدة بشأن الدور الأردني في المسجد الأقصى، حيث تريد إسرائيل إضعاف الأردن وإدخال أطراف ثانية في معادلة المسجد الأقصى في سياقات عربية وإقليمية، بحيث تتحول الإدارة إلى إدارة جماعية وليس أردنية للمسجد الأقصى على أساس الشراكة بين أطراف عدة، بما يؤدي لاحقاً إلى تنفيذ مخطط التقاسم. لقد قيل مراراً إن الوقفات المشرفة للمقدسيين وسكان القدس من الفلسطينيين وقفت بكل قوة في وجه إسرائيل، إضافة إلى الدور السياسي الأردني، ولولا هذه الثنائية لا تعرض الحرم القدسي إلى أخطار كبرى، لكن التوقيت الحالي مختلف وهناك أخطار مستجدة تفرض ترتيب كثير من الأوراق أمام الاحتماليات المقبلة. يتابع ماهر أبو طير الاقتحامات من جهة وتفتيش المصلين وإزعاجهم بمكبرات الصوت التي توزع الأوامر عليهم وهم في الصلاة، وصولا إلى هدم مناطق أثرية داخل السور أو البلدة القديمة ونصب الشمعدان عند باب الأصباط واعتقالات موظفي الأوقاف الأردنية وتوظيف وباء كورونا للتضييق على المدينة وأهلها وسكانها، كلها خطوات تقوم بها دولة الاحتلال الصهيوني من أجل تكريس فكرة الاعتداءات على الحرم القدسي وبوسائل مختلفة، وهي لا تتوقف ولن تتوقف، وهذا ما سوف تثبته الأيام. عن الترامبية والماكرونية مقال جديد منشور في صحيفة العربي الجديد وفيه أيضا أزمة الليبرالية، وعن هذه الثلاثية الترامبية والماكرونية وأزمة الليبرالية كتب سامي حسن في صحيفة العربي الجديد، نستمع إلى جزء من مقاله. قبل 4 سنوات تمكن دونالد ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض ببرنامج انتخابي كانت تفوح منه رائحة الاستغلال والجشع والإفقار والعنصرية تجاه الملونين والعنجهية تجاه الشعوب الأخرى. خلال حكمه
دعا ترامب الجيش إلى النزول إلى الشوارع لمواجهة التظاهرات التي شهدتها المدن الأمريكية في أعقاب مقتل الأمريكي الزنجي جورج فلويد على يد أحد رجالات الشرطة. لحسن الحظ لم يستجب أصحاب القرار في المؤسسة العسكرية حينها لطلبه، ولكن السؤال هو لو أن ترامب فاز بفترة رئاسية ثانية، فما الذي كان سيحول دون وجود من هم على شاكلته في قيادة المؤسسة العسكرية؟ وفي حال خرجت التظاهرات لسبب أو لآخر، من كان سيضمن ألا ينفذ الجيش هذه المرة أوامر الرئيس بقمع تلك التظاهرات؟ أما فرنسا الماكرونية فقد شهدت خلال العام الماضي تظاهرات عارمة نظمتها حركة السترات الصفر احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية واتساع الفروق الطبقية بين الفرنسيين، واليوم تستمر التظاهرات في المدن الفرنسية احتجاجاً على قانون الأمن الشامل الذي يهدف إلى شرعنة القمع وتوسيعه والحد من حرية الصحافة. وقد واجهت السلطات الفرنسية بأذرعها الأمنية والشرطية كل تلك التظاهرات بالقمع، واستعارت من أنظمة الاستبداد خطابها المعهود لتبرير قمعها لشعوبها. ويتابع الكاتب في دفاعهم عن الليبرالية وقيمها يميل الليبراليون إلى النأي بها عما باتت تعرف بالليبرالية الجديدة وسياساتها المتوحشة، واعتبار الأخيرة نتوءا عارضة على جسد الليبرالية الأصلانية التي سرعان ما ستلفظه وتستعيد عافيتها. ويقولون إن الديمقراطيات الغربية لا تتوافق ولا يمكنها التعايش مع الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية منها والخارجية للليبرالية الجديدة والمتوحشة. الختام بمقال منشور بصحيفة The Guardian، وقال المعلق في الصحيفة سايمون تيسدل، قال إن فورة لصفقات المراوغة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب لن تجلب السلام إلى الشرق الأوسط. مفاوضات ترامب بالنيابة عن إسرائيل كانت سخرية قاسية من الحقوق الفلسطينية، فموافقة كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين على التطبيع مع إسرائيل كان خرقاً للإجماع العربي وخطة السلام العربية لعام 2002 التي اشترطت التطبيع بإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتم تحلية الاتفاقيات الأخيرة بوعود أمريكية لتوفير الأسلحة المتقدمة والمال وفرص التجارة والأعمال. وأصدقاء إسرائيل الجدد ليسوا مدعاة للفخر، فكلا الدولتين ديكتاتوريتان ولديهما تاريخ في سجن وانتهاك حقوق من لا يوافقون على آرائهما، ولا يتم فيهما احترام حقوق النساء والمهاجرين، ولا يمكن التعويل على أي منهما في حال اندلعت حرب بين إسرائيل وعدوتهما المشتركة إيران. ومارس ترامب في الفترة الأخيرة التنمر على السودان لفتح علاقات مع إسرائيل مقابل رفع الحظر الذي يحتاجه بشكل ماس للحصول على دعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكان على الخرطوم دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب، وتم شطب السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وهذا ليس كرماً، فقد كان على واشنطن شطبه العام الماضي بعد الإطاحة بنظام عمر البشير. ويضيف الكاتب أن صفقات السلام التي ترسخ الظلم وتعاقب الضعيف والمدفوع بالجشع لا تدوم، ومع ذلك فقد شهد الشرق الأوسط سلسلة من هذه الصفقات المراوغة وكلها تتعلق بإسرائيل، ورقعها البيت الأبيض على عجل. في ولاية كاستامونو المطلة على البحر الأسود شمالية تركيا تتربع منطقة بنارباشي بجمالها الخلاب وألوانها الساحرة، ما جعلها نقطة جذب لعشاق الطبيعة والتصوير من مختلف أنحاء العالم بحسب تقرير نشرته صحيفة القدس العربي. وتحتضن بنارباشي وادي فالا ثاني أعمق واد في العالم، وكذلك وادي هورما الذي يحتوي على منصة خشبية ممتدة على طولها البالغ 3 كيلومترات وشلال إليجا، ومغارة إليغاريني رابع أكبر مغارة في العالم. وعلى مدار العام تستقبل بنارباشي زوارها المحليين والأجانب لما تحتويه على مناظر طبيعية
يتبدل جمالها مع اختلاف الفصول، ففي فصل الخريف تتدرج ألوان الأشجار ما بين اللون الأخضر والبني والأصفر والأحمر والبرتقالي، فيما تكتسي المنطقة بحلة بيضاء تضفي عليها جمالاً مميزاً خلال موسم تساقط الثلوج في فصل الشتاء. نشاهد الكاريكاتير الآن. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام كل ما لدينا في برنامجكم صدى الأقلام. ظلوا دائما في أمان الله. إلى اللقاء.